الدور الإعلامي له دور كبير، ويمكن من خلال حتى دراساتنا في أنه توصلون فكرة السياسات اللي إحنا ندعمها للتماسك الأسري. طبعاً نحن محظوظين في قطر أن ندعم الأسرة، والدولة تدعم معنا الأسرة بشكل كبير. فتم أيضاً في 2019 إعطاء الفرصة لأن دولة قطر تستضيف مؤتمر 30 للسنة الدولية للأسرة في 2024، واللي إحنا اليوم بصدد أن نتحدث عنه. وطبعا الهدف واضح للجميع، أن إبراز دولة قطر ثقافيا واجتماعيا من خلال جلب المؤتمرات العالمية. يمكن لاحظتوا خلال السنوات الماضية جلبت دولة قطر العديد من المؤتمرات العامة، من ضمنها قمة الويب، من ضمنها مؤتمر قطر الاقتصادي، وطبعا واحد من أهم المؤتمرات اللي صار له 22 سنة الآن اللي هو منتدى الدوحة. ودائما ما احنا نركز على مساندة الجهات في دولة قطر على جلب المفكرين والقادة وصناع القرارات إلى دولة قطر لمناقشة القضايا الهامة والملحة. يقوم الشباب خلال اليوم صفر بالمشاركة في جلسات أربع تدور حول المحاور الرئيسية الأربع، وستكون الجلسات عبارة عن الطاولة المستديرة. سيناقشون كما تفضلت الدكتورة المواضيع اللي هي الاتجاهات الكبرى الأربع للمؤتمر: التغيرات الديموغرافية، الهجرة والتمدن، التغير المناخي، والتغيرات التكنولوجية. إن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الأسرة كأحد الركائز الأساسية في المجتمع، وتعزيز الجهود المبذولة لدعمها والمحافظة على أركانها متماسكة قوية من خلال دعم القيم الثقافية والدينية والمثل العليا التي تعتبرها الدولة أساساً لوضع السياسات التي تهدف إلى رفاهية المجتمع واستدامته. تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بالأسرة والسياسات التي تدعم تمكين الأسرة اجتماعياً واقتصادياً، منها على سبيل المثال ما شفناه مؤخراً من طرح نظام العمل المرن الخاص بموظفي الدولة والموجه خاصة إلى المرأة العاملة. اليوم يعني وجود صناع القرار وصناع وأيضا الباحثين الأكاديميين بجانب الشباب، أنا متأكد بأنه راح يعطي نتائج وتوصيات لها فاعلية أكبر إن شاء الله خلال السنوات القادمة. أحد أبرز الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر وهو التأكيد على أهمية الأسرة واستقرارها، ويمكن يعني النهوض بالأسرة بشكلها الصحيح عن طريق يعني مدارسة وتداول عدد من السياسات الفاعلة في الدور الأسري، وهي تأتي على رأس الهرم هذا عن طريق تناولها مع عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.